كتصحابها اللي مشيت ولا كيفك؟ انا معكم. المهم بعد ما كنساليو من هذه النقطه هذه وتزوجنا وقضينا وصيبنا ومشينا عند عدول درنا زواج اسلامي ومصادقه عليه والعدول هذا يعني مغربي، ديك الساعه خصنا نترجم حنا الزواج ديالنا وخصنا نجليزيو وندو اقرب قنصليه. هادشي في المغرب كنهضر عليه حيت تزوج في المغرب، انا ما كنزوجش في اسبانيا، تزوجنا في المغرب هذا الانسان هذا ولا الانسانه. من بعد من كناخذ الاوراق ديالنا مترجم انجليزيين كنمشيو ندوها السجل المدني اللي تابع للقنصليه باش يتم تسجيله، ضروري خصنا نسجلوه. بعد ما كيتسجل ديك الساعه عندنا الحق ناخذو اللي هو معروف الحاله المدنيه. بعد ما كنحصلوا على الحاله المدنيه كيولي زواج معترف به في اسبانيا من طرف الحكومه والادارات الاسبانيه، يعني السلطات الاسبانيه المختصه. وهذا الانسان هذا ولا الانسان هذه كتولي كما كيقول الاسباني فاميليار ديال سيدادان ديال لونيون اوروبيه، يعني كيولي واحد الشخص اللي هو من طرف العائله ديال الاتحاد الاوروبي، يعني عنده الحق هذا السيد هذا او لهذه السيده هذه في طلب الفيزا باش ينتقل الاسبانيا ويعيش بطريقه دائمه، يعني ماشي غادي يجلس عام ولا عامين، غادي يعيش ديما مع دويه يعني مع الاهل ديالو. غادي نهضروا دابا في شنو هما الحوايج اللي غنحتاج انا لهذه الفيزا هذه. هذه هي النقطه اللي حيت كون كانت في الفيديو الاول كنت غادي نتبخكم طويل، اللهم قلت ما قطع الفيديو. الحوايج اللي غادي يطلب يعني اللي غادي يدير التجمع العائلي ضروري غادي يحتاج البطاقه الوطنيه كما قلنا، غادي يحتاج جواز السفر، شهاده الازدياد، العزوبه صافي ما بقاش عازب صافي دابا تزوج شهاد الازدياد وشهاده السكنه. هادو كاملين خاصهم ضروري يكونوا كما قلنا حنايا الشهاده والشيء الاخر جالس انتو قبل ما تقراو شي حاجه فيها شهاده ولا ترجم، هذه ضروريه. اما الشيء الاخر كله يعني بحال الباسبور لاكارت وداك الشيء عادي، يعني ما فهاد الانسان هذا اسبانيوني غادي يجيب كلشي اسبانيوني، يعني ما عنده علاش يترجم للانجليزي كان ولا نعلى في حاله الا كان الانسان هذا ماشي اسبانيوني. فالطرف الثاني اللي حنا غادي نديرو التجمع هذا هو اللي خصو يجيب طلب ديال الاستماره، خصو يعمر استماره ديال انه باغي يطلب الفيزا لانه هو فاميليار ديال، وغتلقاوها غتلقاو ديك الفيزا ناسيونال غتلقاو الراجلو بالو. وحيت المره اللي فاتت فاش كنا كنديرو الورقه ديال الفيزا على حساب الدراسه كنظن حطيت فيها واحد يعني واحد وثيقه استماره وبينت لكم كاع الحوايج اللي كاين تما، تقدروا ترجعوا الفيديو تقلبوا عليه، ولا ما كانش نحطها لكم ان شاء الله في ام بي جي او نحطها لكم في واحد الفورماتو ديال الرابط وتفرجوا فيها وتشوفوها. من بعد سيدي كتعتش التصويره هذه ضروريه التصويره ديالو، ومن بعد اللي اهم حاجه يعني من غير فوتوكوبي ديال جواز السفر خاص جواز السفر اللي هو الباسبور يكون عنده واحد يعني الصلاحيه فوق 120 يوم او لا على الاقل تكون فيه 120 يوم، يعني شحال يعني 4 شهور. الباسبور اللي فيه شهر ولا شهرين راه كتضيع وقتك راه غادي تفشل. ونسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، الورقه ديال الوثيقه ديال القدره الزوجيه ولا الاستطاعه الزوجيه هذه عندها واحد المده ديال 6 شهور، هذيك المده 6 شهور في ديك 6 شهور خصنا نتزوجوا، ماشي انت تاخذها وتخبيها ولا دير لها كادر وتعلقها في الدار، لا خاصك تستغل الفرصه من حد ديك الورقه عندك وتزوج وتقاد المسائل ديالك، لان الا فات 6 شهور غتعاود ثاني من الزيرو. وراه الى عطل عليكم عفوا عطل عليكم عام حتى عام ونص نورمال ما كتوصلش عام ونص عمرها ما وصلت، ولكن كتقدر توصل حتى عام عام وشي حاجه اذا حنا نستغلوا الفرصه ديالنا هذه من جهه. من بعد غادي نجيبوا عقد الزواج، انا كنهضر دابا على المغربي اللي غادي يطلع، يعني دابا ولا فاميليار كتعترف بالدوله انه مزوج واحد الاسباني ولا اسبانيا، دابا كما قلنا غادي يجيب استماره يعمرها، غادي يجيب التصويره، غادي يجيب جواز السفر كنقولوا عنده 120 يوم على الاقل، وفوتوكوبي ديال 3 ل 4 الورق الاولين. دابا حيت تبدل الباسبور جيب هذيك الورقه الاولى ولا جوج الاولين بارك عليه. غادي يجيب عقد الزواج، عقد الازدياد، حسن السيره حتى هي، والسكن. هادو كاملين خصهم يكونوا تاهم مترجمين انجليزيين مصيبين باش حيت غندفعوهم القنصليه باش نقدروا نطلبوا الطلاق، يعني نطلبوا كما كنقولوا حنايا الفيزا. موراها بواحد المده غادي تخرج لنا الفيزا، ومن ناخذ الفيزا ان شاء الله ونجوا لاسبان هذيك الساعه عندنا الحق نمشيو مع الزوجه ديالنا ونتجهوا لمكتب الهجره فين غادي نطلبوا يعني التسويه ديال الاقامه اللي هي فاميليار دي موساهمو ديال لونيون اوروبيه. هاد القضية ديال شنو خصني ندير شنو خصني ندفع غادي نخليها ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله، ونقوم بالتفاصيل من جديد يعني من الانغريسوس من المدخول من السكنة من كل شيء كشي غنهضرو فيه ان شاء الله في المقبل في الفيديو المقبل. نتمنى ما نكونش طولت عليكم، سمحوا لي طولت شوية. تحياتي للجميع، كان معكم ريم برا
والله يعاونكم كما ديما. الله يعاونكم، سلامة.